مثل ما ذكرت ببداية لقائنا معك اليوم، غنت على مسرح مهرجان الجنادرية في المملكة العربية السعودية من 3 سنوات تقريبا، او تقريبا كنا 3 سنوات. كيف كانت التجربة؟ وهل بتكرري يا كمان؟ اكثر اكثر ما ادري، العمر يمر بسرعة. والله الايام بسرعة تمر. اي والله فعلا. بتخبرينا عن هذه التجربة؟ طبعا يمكن انا هالموضوع جد صرت قبل كنت وايد اتضايق وما ادري، الحين لا ما اتضايق. لانه كان قد ما اقول انه كان يومي جميل، يعني اكثر من رائع. لانه تعرفين دائما مثل هاي الاماكن العامه لما تدخلينها تلتمسين فيها مشاعر الناس الحقيقيه، ففعلا حسيت بحب يعني جد، يعني جدا رائع. ومحبه الشعب السعودي ترى تبين، يعني يا ترفعك يا انه ما يحبونك خلاص، ما في عزلة، واضح ترى، شفاف. جد ما يعرف يجامل. انا اعشق هذا الجمهور، نحبك حبك من قلبي. اي والله ايوه هذه هي من حبك حبك. لا وانت ما شاء الله محبوبه للامانه في السعوديه. الله يديم المحبه يا رب. من ايام الكاسيتات يعني. اي من ايام الكاسيتات. فتعرف كانت مواجهتهم جدا جميله في هذا اليوم لما رحت المهرجان وغنيت من بينهم. اليوم هذا غنيت فيه وروحت وكنت جدا سعيده في قمه سعادتي. وبعدها استوت طبعا هايك الضجه. الغريب انه من بعد هذه الضجه، انه انا اعتبر اول وحده غنيتها الحين في الجنادريه كصوت نسائي، للحين انا ما رحت، انا زعلانه شوي بس انه وات تو دو يعني. لكن جد سعيده ب ب بهذا التطور وبهذا الجمال وبهذا الانفتاح وكل شيء جميل صاير الان في السعوديه. العوده كما كنا، احنا ما تغيرنا، العوده كما كنا. اوكي هذه شعر وادب وفن. نعم كل شيء صاير جميل. صح. يعني نحن الحين حتى لو انه مو مشاركين معاكم، انا من امبارح من يومين يعني تقريبا اولت البارحه قاعده ويا الوالده، تي اخي نبغى نسافر شويه السعوديه نغير جو. فصرنا يعني صرت وجهه نقصدها حتى ونحن في بيتنا، نريد نروح. نعم. نريد نشارككم هذا النجاح، هذا الفن، هذه يعني حياه جميله. يعني مش جد الله لا يغير عليكم والله كثير.